أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هناك شخص عنده أرض يقيم فيها عمارة ثم يبيعها، هل في قيمة الأرض أو العمارة زكاة في حال إنشائها قبل الفراغ منها؟ لا، ما دام أنه يبني ما عليه شيء، فإذا تكاملت العمارة وعرضها للبيع يبدأ الحول، يبدأ الحول من تكاملها وعرضها للبيع. أما وقت الإعداد هذا لا يعتبر شيئا. نعم.